فبمناسبة دخول الموسم الدراسي الجديد، أردنا أن نتحدث ولو بإيجاز عما يطلب من المعلم المسلم نحو تلامذته، فأقول إن الإسلام العظيم قد عني أعظم العناية بالمعلم المسلم وأشاد بمنزلته ونوه بمكانته، لأنه أي المعلم المسلم يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هداية الخلق إلى الحق وتعليمهم ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. فإن المعلم لتلميذه بمنزلة الأب لولده، بل إن حق المعلم أعظم من حق الوالدين. لماذا؟ لأن الآباء والأمهات يحفظون الأبناء من نار الدنيا، أما المعلمون فيحفظون الأولاد من نار الآخرة. ولهذا اعتنى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعلم ونوه بمهمته وأشاد برسالته، حيث قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وأي فضل أعظم من أن تشتغل هذه المخلوقات بالصلاة والدعاء لمن يعلم الناس الخير. ولقد أحسن من قال: أمعلم الأجيال جوهر عيشهم، ما زلت فيك محيرا مشغوفا. فلأنت أكرم من يجل مقامه، فلأنت أيها المعلم، فلأنت أكرم من يجل مقامه، ولأنت سر المعجزات صنوفا. أنت الحضارة، أنت أيها المعلم، أنت الحضارة والسعادة والوفاء، أنت الحياة بجمعها موصوفا، أنت الطبيب وأنت جندي الحمى، أنت المرابط في الحدود وقوفا. فانهض بجيلك للعلا نحو السماء، كن مخلصا وأبا نراه رؤوفا. إن المعلم فكر أمته، فإن أعماه أعمى بالمئات ألوفا. ولئن مضى سبل السلام لشعبه، يبني الوفاء ويصنع المعروفا. يا أيها المتجاهلون لفضله، مهلا فقد أخطأتم التصنيفا. هو شمس ليلكم، هو أي المعلم شمس ليلكم المضيئة في الدجى، جعل الطريق بنوره مكشوفا. فالعلم كم أرسى بناء شاهقا، قد كان يوما ساقطا منسوفا. والفضل للرحمن ثم معلم، أجلى الظلام وبصر المكفوفا. ذاك الذي بات الليالي ساهرا، يعطيك زهر حياته مقطوفا. ويكفي المعلم شرفا وفضلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى نفسه معلما. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي نفسه معلما، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. أن يعلم أن وظيفته تشبه وظيفة الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى لهداية البشرية وتعليمهم وتعريفهم بربهم وخالقهم. فالأولاد والشباب حينما يرسلهم آباؤهم إلى المدرسة أو الجامعة، فإنما هم في ذلك يضعون فلذات أكبادهم أمانة في أعناق المعلمين والمدرسين. ثم إن الأساتذة يدركون أنهم يربون الجيل الذي سيقود زمام هذه الأمة ويتحمل مسؤولية هذا الدين. فإن قام المعلمون بواجباتهم ووفى الأساتذة بمسؤولياتهم دراسة وتوجيها وتربية وتهذيبا، فقد صنعوا الجيل الذي تفخر به الأمة ويعتز به الدين. وإن هم أهملوا أو أساءوا، فقد خانوا الأمانة وضيعوا الأمة وتحملوا إثما كبيرا. إن مما لا شك فيه أن المدرسة هي أهم مكان للدعوة إلى الله، إذ يلتقي الأستاذ كل يوم بعشرات الطلاب يجلسون إليه ويستمعون له لما عنده من معلومات ومبادئ وأفكار مختلفة، وينظرون إلى أخلاقه وسلوكه وتعامله. فإذا كان الأستاذ يحمل الإسلام علميا وعمليا،
أثر في الطلاب تأثيرا طيبا بإذن الله. وإذا كان جاهلا بالإسلام، متأثرا بالغرب، متشبعا بالمنهاج العلماني والفكر الإلحادي، أثر في الطلاب تأثيرا سيئا. فالأستاذ يؤثر بأخلاقه وسلوكه كما يؤثر بأقواله وأفكاره. فكل معلم مؤمن وكل أستاذ مسلم في إمكانه، بل من الواجب عليه، أن يجعل من مادته مجالا للدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله وتثبيت العقيدة الإسلامية تصلح مع كل المواد الدراسية، سواء منها الرياضيات أو التربية الفنية أو العلوم أو المواد الاجتماعية أو علوم الحاسوب أو غيرها من المواد. كلها فيها مجال خصب للدعوة إلى الله وتثبيت العقيدة الإسلامية. فما على الأستاذ المسلم والمعلم المسلم إلا أن يخلص نيته لله، وأن يكون صادقا مع الله في مادته الدراسية. فعلى مدرس التربية الإسلامية أن يراه تلامذته مقتديا بإمام المعلمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عبادته ومعاملته وأخلاقه وسلوكه وكل أمور حياته. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأن يحذر طلابه من الأفكار الهدامة والمذاهب الإلحادية والأحزاب العلمانية، وأن لا ينساق وراء المتع الزائلة والشهوات الهابطة واللذة المحرمة، وأن ينفر كل التنفير من التشبه والتقليد الأعمى لأعداء ديننا، وخصوصا التبرج اللعين والاختلاط المشين، بل وجميع المظاهر الأجنبية والأوضاع المنافية لخصائص أمتنا ومقومات أخلاقنا، لكونها تؤدي إلى ذوبان الشخصية الإسلامية وفقدانها. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، وقال: ليس منا من تشبه بغيرنا. وعلى مدرس اللغة العربية أن يحبب طلابه في هذه اللغة، أي اللغة العربية التي هي لغة القرآن، وأن يبين لهم خطورة إلى الدعوة إلى دراسة اللغات القومية، اللغات العامية، وترك لغة القرآن، وأن يبين لهم من يتزعم هذه الدعوة للقضاء على اللغة العربية لغة القرآن من عملاء الماسونية ودعاة التغريب، وأن يحذر الطلاب من بعض الكتب، من بعض كتب الآداب، ككتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني، وكتابات طه حسين، ورسائل إخوان الصفا التي كلها أكاذيب وافتراءات وأباطيل على التاريخ الإسلامي. وعلى أستاذ التاريخ أن يدرس طلابه التاريخ من منظار إسلامي عقائدي، فلا يكتفي بسرد تاريخ الأفراد والأسر والمجتمعات والدول والأمم، بل ينبغي أن يبين للطلاب أن سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير، بل ينبغي أن يبين للطلاب أن سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير، فالنصر والهزيمة والأمن والخوف والقوة والضعف والتقدم والتأخر في الحياة، كل ذلك مرتبط بأسباب نصبها الله سبحانه وتعالى. من أخذ بها حقق له الله القوة والنصر، من أخذ بها حقق له الله القوة والنصر والتقدم والتطور والسعادة، ومن تركها مني بالخسارة والهزيمة والذلة. قال الله تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأن يبين للطلاب أن سبب سقوط الدول عبر التاريخ إنما هو بسبب الفساد والترف والفرقة والظلم والانحراف عن منهاج الله. وأن يبين لهم أن آباءنا الأولين وسلفنا الصالح هم أول من رفع راية الحضارة، وأنهم كانوا العالم الأول
منذ 12 قرنا من الزمن كانوا زعماء العالم وقادة الدنيا، وأنهم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من عزة وقوة وتقدم وحضارة إلا بفضل اعتزازهم بالإسلام وتطبيقهم لأنظمة القرآن. ومن حط المسلمون وذلوا وصاروا في العالم الثالث إلا يوم أن تخلوا عن دينهم ورموا بعقيدتهم وصاروا في فلك أعدائهم وأعرضوا عن كتاب ربهم وتركوا الجهاد، تركوا الجهاد الحامي للعقيدة والحامي لأرض الإسلام والحامي لأمة الإسلام، تركوا الجهاد دفاعا عن عقيدتهم. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، يعني أنواع من أنواع الربا، ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، يعني أقبلتم على الدنيا وتركتم الجهاد، أنزل الله بكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. عد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترك الجهاد ردة حتى ترجعوا إلى دينكم. وعلى الأستاذ كذلك أن يبين لتلامذته قدم العداوة بين المسلمين والنصارى واليهود والمشركين والمنافقين والعلمانيين، وأن يكشف عن مخططاتهم وجرائمهم عبر التاريخ وإلى الوقت الحاضر.